من الفن والموسيقى خلينا نروح للرياضة. الحقيقة دلوقتي معانا نموذج رياضي مشرف وهو الوطن المصري السيد علي عطية، واللي قدر انه يحصل على المركز الثالث في بطولة العالم للناشئين اللي تم تنظيمها في اسبانيا لرفع الاثقال، وطبعا هذا التألق العالمي حصل بعد ما قدر البطل المصري انه يحصد المركز الاول في غانا الدورة الأفريقية 2024. احنا معانا دلوقتي على الهواء البطل المصري السيد علي عطية، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال. بنقول لك أولا كده صباح الخير وألف ألف مبروك، شرفتنا ورفعت راسنا. الله يبارك في حضرتك. يعني ما شاء الله المركز الثالث في بطولة عالمية، احنا بنتكلم على البطولة العالمية لرفع الأثقال للناشئين، وقبل كده البطولة الأفريقية في غانا. يعني كلمنا عن المنافسات الدولية، أكيد كانت صعبة، ووصولك لحصد الميدالية البرونزية والحصول على المركز الثالث. والله كان أجمل بطولة عندي اللي هي كانت في أسبانيا، كانت بطولة جامدة جدا جدا، وكان فيها أبطال عالم وبطل أولمبي ثالث اولمبياد السنه دي 2024، فكان البطوله كان جامده وشرسه جدا. فدي توفيق من ربنا ان انا جيت ثلاث اولمبياد ومنافسه مع بطل اولمبي. طيب يعني طبعا بطلنا السيد علي عطيه بعد التحيه والف الف مبروك مرة تانية، بس عايزين نعرف منك بقى، انت بتقول كانت المنافسة شرسة، ايه أبرز الدول اللي كانت مشاركة معاك في البطولة وأكثرهم شراسة أو صعوبة؟ يعني كان اكثر بطوله كان الامريكي ده كان اصعب منافس هنا امريكي، واحد بطل عالم السنه اللي فاتت وبطل الميزان، والثاني بطل اولمبي 2024 ثلاث اولمبياد. جميل، احنا شايفين معاك الصور على الهواء، حاجه مشرفه ما شاء الله عليك. يعني كلمنا بقى الاستعداد عشان توصل وتحصد المركز الثالث. لعبة مش سهلة، رفع الأثقال محتاجة يعني نظام كده صارم جدا في التغذية وفي التمارين وفي التدريبات والاستعدادات. كلمنا إزاي استعديت عشان توصل لبطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال. والله كان استعداد كان جامد جدا جدا، وكان استعدادها كان مش سهلة، وكله بالتوفيق من ربنا ومن كابتن بتاعي كابتن علي عطية والدي، وكان ليل وصبح التمرين. فكانت تهيله. كنت بتتمرن قد ايه يا سيد؟ يعني قد ايه مده التمرين في اليوم؟ يعني بتمرن فترتين في اليوم في المنافسات، انا كنت بتمرن فتره الصبح وفتره بالليل. جميل. فتره الاعدادات اتمرن ثلاثه في اليوم. ما شاء الله. بعد كده عشان فتره المنافسات وكده التحمل بفترتين. قبل البطوله بثلاث اسابيع او باسبوعين بالظبط، يبقى فتره واحده لان التحمل بتاعها كبير، ونخش على ارقام عاليه فلازم فيها راحه ونفس وكده. طب قول لنا مين اكتر حد بيدعمك؟ اسرتي وابويا كابتن علي عطيه، هم اللي دعمني، هو اللي صرف عليا. ابويا بطل كبير في رفع اثقال، طلع ابطال عالم. طب احتفلوا بيك ازاي بقى بعد ما رجعت وحققت البرونزيه؟ نعم؟ احتفلوا بيك ازاي بعد ما حققت البرونزيه الدوليه؟ والله كان احتفال كان جميل جدا جدا بعد ما خدتها، واسرتي كلها كانت فرحانه جدا. ولما نزلت من البطوله اتفاجأت بيهم ان هم عاملين حفله فوق ما كنت متخيل. كلنا فرحانين بيك يا سيد بجد، وما شاء الله انت قلت لي دلوقتي طبعا كلنا فخورين وفرحانين بيك، وزي ما انت قلت لنا دلوقتي البيت ما شاء الله ابطال، يعني الوالد كان بطل في اللعبه دي، لعبه رفع الاثقال. حققت البرونزيه في بطوله اسبانيا لرفع الاثقال للناشئين، قبل كده برضو حققت ميداليات كتير جدا في البطولات الافريقيه لرفع الاثقال. الخطوه اللي جايه ايه والاستعدادات للفتره اللي جايه؟ والله الاستعداد اللي جاي لوس انجلوس اولمبياد 2028، ودي حلم كبير جدا جدا جدا، وحلم مصر كلها وحلم اسرتي وحلم ابويا. هي يا سيد انت يعني نموذج مشرف جدا ورفعت راسنا، وبنبارك لك مره ثانيه، ويعني دايما يا رب من نجاح لنجاح. السيد علي عطيه لاعب المنتخب المصري لرفع الاثقال، شكرا جزيلا ليك.